نفاد المهل يسرع في وتيرة دراسة مشروع موازنة عام 2018. جلسة ثانية للجنة الوزارية انعقدت في السرايا الحكومية، انتهت في خلالها مناقشة مشروع القانون والإجراءات الإصلاحية، على أن تستكمل مناقشة موازنات الوزارات يوم الاثنين المقبل. فهل تبقى حكومة استعادة الثقة على وعدها الذي أطلقته يوم أقرت موازنة عام 2017 بأن الآتي سيكون أفضل؟ إذا تحملت القوى السياسية والممثلين اللي باللجنة مسؤولياتهم وعملنا على تخفيض أرقام الإنفاق لحتى نأمن نخفض شوي نسبة العجز، بيكون أمر كتير. كمان بدي أوضح أنه ما صار في أي نقاش بضريبة جديدة، كل النفقات بدأت تكون داخل الموازنة. في 35 مادة بالمقدمة تبع الموازنة بيشرحوا لحنا شو الأشياء الأساسية اللي بدنا نشتغلها بالموازنة، ودرسناهم، اللي بده تعديل عدلناه، واللي ما بده تعديل ما عدلناه. خلافا لما جرى تداوله عن زيادة تعرفة الكهرباء، تجمع اللجنة الوزارية على عدم مناقشة أي ضريبة جديدة، وعلى أن المسألة مرتبطة بزيادة التغذية. ابتداء من تاريخ تهمين الكهرباء لمدة 22 ساعة يوميا كحد أدنى. يعني هيدي بداية لكرمال يمرقوا قصص البواخر؟ أبداً. مرتبطة ببعضها؟ لا، إذا أمننا لحنا الكهرباء لمدة 22 ساعة كحد أدنى بالمناطق اللبنانية، لحنا بدنا نزيد التعرفة. يعني السؤال هو على الشكل التالي، قديش بيدفع المواطن للمطار الكهرباء؟ يقارنوا باللي بيدفعوا هلأ على الكيلووات للدولة اللبنانية. موضوع الكهرباء لوحده عم ينحكى بتعديل التعرفة. إذا تم تأمين 22 ساعة حد أدنى، كل الذي ورد من مواد جاي من وزارة المالية فيها تسهيل وتخفيض للناس. إذا هو الحل مش قريب، يعني ليه مدرج على موازنة 2018؟ لأن بعده موضوع عالق ملف الكهرباء. ليش الحل ممكن يكون قريب؟ يعني ما في شيء بيمنع المشي بمسلك الصحيح تبعه، يعني قانوني الحل بيكون هو بالإسراع بمسار الكهرباء، بمسار إجراءات المناقصات، لنعرف شو هو الحل الأفضل اللي ممكن يجي على لبنان، بس هذا ممكن يصير بسرعة إذا سلك مساره صحيح. لا أرقام من خارج مشروع الموازنة التي تلحظ في أحد بنودها عجز الكهرباء. في سلفة 2100 مليار لشراء النفط، هذه هي لشراء المحروق. البلبلة التي أحدثتها فكرة زيادة التعرفة شعبيا ستقابلها بلبلة حكومية، وخصوصا إذا ما طرح الرئيس ميشيل عون ملف الكهرباء على التصويت في ظل اعتراض عدد من الأفرقاء، من بينهم حزب الله وحركة أمل والقوات والمردة، على التصويت من غير وجود آلية واضحة لحل أزمة الكهرباء. رواند أبو خزام، قناة الجديد.